نشرة الأخبار من قناة بلقيس نستهلها بالعناوين. الاتفاق على جدول أعمال المشاورات ومجلس الأمن يطالب بوضع خارطة طريق لإحلال السلام. تحرير مدن ومديريات الساحل حضرموت والسلطات تعلن حظر التجوال في المكلا وحوطة لحج. احتجاجات واسعة للنقابات العمالية في صنعاء تنديدا بتوقيف الميليشيا لمرتباتهم. السلام عليكم، نستهل معكم فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. قالت مصادر سياسية إن وفدي الحكومة والميليشيا اتفقا على جدول أعمال المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، ويأتي التوقيع على جدول المشاورات بعد أن استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وفدي الحكومة والميليشيا كلا على حدة في إطار المساعي التي تبذلها الكويت لإنجاح المشاورات. وبحسب مصادر سياسية فإن اللقاء هدف إلى الدفع بالمفاوضات إلى الأمام بعد تعثرها خلال الأيام الماضية واقترابها من الفشل، مع استمرار رفض الميليشيا الالتزام بأجندة اللقاء الذي يعقد برعاية أممية. إلى ذلك طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم خطة موسعة خلال 30 يوما تتناول بالتفصيل الكيفية التي تسهل للمبعوث الأممي مساعدة الأطراف المتحاربة على التحرك نحو السلام. وقال بيان رئاسي لمجلس الأمن إن قراراته ونتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية تمثل جميعها أساسا لمفاوضات شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن. وأكد المجلس أهمية استعادة سيطرة الحكومة اليمنية على جميع مؤسسات الدولة، داعيا الجميع للانخراط في مشاورات السلام بحسن نية وبدون شروط مسبقة. في السياق ذاته رحب الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة ببيان مجلس الأمن الأخير وما حمله من مضامين هادفة لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة. ووضع الرئيس في اجتماع موسع لقيادة الدولة الجميع في صورة الأوضاع الراهنة ومنها ما يتصل بمشاورات السلام في الكويت. إلى ذلك قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن هناك تحسنا ملحوظا في تثبيت وقف الأعمال القتالية، معبرا عن ارتياحه إزاء الهدوء النسبي الحالي للوضع الأمني في اليمن. وبحسب بيان للمبعوث الأممي فإن التقارير الواردة تؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا في وقف الأعمال القتالية، وأن لجنة التهدئة والتواصل تبذل جهودا جبارة مع اللجان المحلية للحفاظ على سلامة اليمنيين. إلى ذلك عقد المبعوث الأممي سلسلة مشاورات مع رؤساء الوفود تطرقت إلى مواضيع أساسية تتعلق بمضمون الإطار العام الذي تقترحه الأمم المتحدة والذي يوضح هيكلية وإطار العمل في الأيام القليلة المقبلة. في السياق ذاته قال عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد العزيز جباري إن الفرصة لا تزال سانحة لتحقيق تقدم حقيقي في العملية التشاورية. وأوضح جباري أن هناك بوادر مشجعة ورغبة مشتركة في التشاور، متمنيا أن تثمر عن اتفاق سلام شامل وعادل يضم عودة الدولة أو يضمن عودة الدولة باعتبارها الضامن الحقيقي والوحيد لكافة مكونات المجتمع. وأشار عضو الوفد الحكومي جباري إلى أن التحديات التي تواجه عملية تحقيق السلام في اليمن تفرض على جميع المستويات أو على جميع الجميع مسؤوليات كبيرة. على الصعيد ذاته هاجمت صحف كويتية ما أسمتها حالة الفوضى التي يمارسها وفد الحوثيين المتواجد في الكويت،
مؤكدة أن هذه التصرفات توحي بعدم الجدية في التعامل مع الحوار ومع قوانين الدولة المضيفة. ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصادر قريبة من المفاوضات أن الوفد الحكومي اقترف عددا من التصرفات المثيرة للاستياء، أبرزها ترديد شعار الصرخة وتناوله ملقاة رغم تصنيفه ضمن المواد المخدرة في دولة الكويت. هذا وقالت مصادر إعلامية إن السفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أبلغوا وفد الميليشيا استيائهم لعرقلتهم المحادثات في الكويت واستمرار خرق وقف إطلاق النار. وبحسب المصادر فقد دعا السفراء وفد الميليشيا إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي يرتكز على قرار مجلس الأمن 2216 والمرجعيات الوطنية. لا بوادر انفراج تلوح في أروقة المشاورات الجارية في الكويت بين الحكومة والميليشيا، باستثناء ما تلهج به تصريحات المبعوث الدولي ومسؤولو البلد المستضيف من تفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل قريب. تمضي المشاورات برعاية الأمم المتحدة، فتحف بها المخاطر بينما ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها نقطة الضوء الوحيدة المتبقية لليمنيين كي يجدوا فيها الطريق التي تنقذهم من الاقتتال، طريق حث مجلس الأمن على تطويرها بهدف تنفيذ النقاط الخمس التي نص عليها القرار 22-16. وطلب المجلس في بيان رئاسي الأمم المتحدة وضع خطة خلال 30 يوما للمساعدة في تنفيذ الخارطة المتعلقة بانسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية. غير معروف ما إذا كانت الأمم المتحدة جديرة بإعداد هذه الخطة والبدء في تنفيذها على الأرض وفي خلال الفترة المزمنة، وعلى أي حال ستبدو الصورة النهائية للقاء الكويت، بيد أن الإشارات الأولية تقول إن الحوثيين وحليفهم يخطئون من جديد في تقدير الموقف الدولي والإقليمي. فحتى الآن وبعد أسبوع من انطلاق المشاورات يظل الغموض يكتنف ما يجري في أروقة غرف التفاوض، مع تعنت ورفض وفد الميليشيا القيام بأية خطوة لبناء الثقة. جدول الأعمال لا يزال محور نقاش ولا تقدم حتى اللحظة في هذا الإطار. المبعوث الدولي أكد أن النقاط الخمسة المعلنة من قبل الأمم المتحدة هي الإطار الأساسي للحل السياسي، وهذا ما يؤكد عليه وفد الحكومة ويطالب بتنفيذه قبل مناقشة أي حل سياسي، الأمر الذي يرفضه وفد الحوثيين والمخلوع، وهو موقف ليس بجديد عليهم، إذ أن هذه الميليشيا رفضت سابقا تنفيذ القرارات الدولية بل حتى المراوغة في تنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها في جولات سابقة. لا أحد يعرف بالضبط كم ستستمر جولة الكويت وإلى أين ستنتهي، لكن الواضح أن المجتمع الدولي لا يريد لها أن تنتهي إلا بإحلال السلام. مراقبون رأوا أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن حرر المشاورات من عامل الوقت وحمى المبعوث الأممي من الفشل، غير أنه لم ينطوي على إجراءات بحق الطرف المعطل للمشاورات حتى الآن. ينضم إلينا من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي علي الفقي. سيد علي، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. سيد علي، بعد 6 أيام من تعثر او التوصل الى اتفاق حول جدول الاعمال الذي ستقام عليه محادثات الكويت، كيف تم هذا الاتفاق اليوم؟ اليوم بعد تعثر 5 أيام او توقف الحوار او بقاء المشاورات عند نقطة البدء الاولى، تم قبل قليل الإقرار والتوقيع على جدول أعمال التي ستسير وفق المشاورات. جاء هذا التوقيع بعد ساعات من لقاء أمير دولة الكويت بالمشاركين في المشاورات، كل وفد على حدة، التقاهم صباح اليوم في القصر الأميري وحثهم على استئناف المشاورات وعلى عدم تفويت فرصة السلام التي لاحت من خلال اهتمام الأطراف الدولية واستضافة دولة الكويت لهذه المشاورات. ويبدو أن هناك استجابة حدثت لهذا اللقاء وتم التوقيع، ويعتبر التوقيع على جدول الأعمال اختراقا مهما في جدار الأزمة التي كانت قائمة أو التعثر الذي شهدته المفاوضات منذ بداية الأسبوع، حيث كانت الوفد الحوثي وصالح يتمسكون بمطلبهم بتعديل جدول المشاورات وفقا للأجندة التي يرونها تخدم مصالحهم. وبمعنى أدق كانوا يتمسكون بمناقشة المسار السياسي وتشكيل حكومة وما إلى ذلك من المطالب التي يريدون الدخول فيها، وهم لا يزالون متمسكين بالسلاح
نعم ويمتحون المدن ويطلقون النار على اليمنيين. نعم، لكن ما الذي تضمنه جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه اليوم؟ بحسب المصادر أن جدول الأعمال تضمن لقاء النقاط أو تفصيلا رؤية فنية تفصيلية لما ورد في قرار الأممي 22/16 من مناقشة ما يتعلق بعملية نزع السلاح، الانسحاب من المدن، الإفراج عن المعتقلين، كل نقطة على حدة، وترك المجال مستقبلا لفكرة كيف سيتم النقاش، هل سيتم النقاش بشكل جماعي أم سيتم تقسيم المتشاورين إلى لجان. هذا لم يقسم في موضوع في جدول الأعمال، وإنما فقط جدول الأعمال أورد هذه النقاط التي يجب نعم. على المتحاورين أن يبدأوا بالشروع في مناقشته. نعم، إذا ما عدنا للحديث حول لقاء أمير دولة الكويت مع طرفي المباحثات في الكويت، ما هي أبرز الجوانب التي تم نقاشها إلى جانب جدول الأعمال؟ أنت تعلم أنه منذ أمس الأول لم تعقد جلسة جماعية للمتشاورين، وظل الوفد الأممي برئاسة المبعوث الأممي ولد الشيخ يلتقي لقاءات جانبية بالمتشاورين، كل وفد على حدة، التقى برؤوس الوفود برؤساء الوفود، التقى بأعضاء من الوفود بمحاولة لتقريب وجهات النظر، بمحاولة لإقناع وفد الحوثي بالتوقيع على جدول الأعمال، لكن جهوده يبدو أنها لم تصل إلى نتيجة. وعلى ما يبدو أنه استعان أو أن الأطراف الدولية حاولت إدخال السلطات الكويتية على الخط والتوسط لمحاولة خلق انفراج في مسار الأزمة وإنهاء التعثر بحسب ما بلغنا. نعم نعم سيد علي، الاتفاق الذي تم اليوم، سيد علي بما يخص نعم. الاتفاق الذي تم اليوم، يعني هل تم نعم. من يعني الاتفاق الذي تم اليوم هل تم بقناعة تامة من قبل الميليشيا أم بضغط من قبل دولة الكويت، ومن ثم يعني سيتم يعني سيتعثر في تنفيذ النقاط؟ حتى نكون على علم بأن الأطراف الدولية والإقليمية كلها تضغط باتجاه إنجاح جولة المشاورات، وبالتالي الضغوط جاءت من أكثر من طرف، من السفراء كل يوم أيضا يلتقوا بالوفود، وكان أمس هناك لقاءات مكثفة مع وفد الحوثي وصالح، التقى بهم السفير الأمريكي السفير الروسي، وكل هذه الأطراف نعم. تدفع باتجاه إنجاح المشاورات. أيضا اللقاء الذي حدث اليوم كان لقاء كان له أثر جيد وتم التوقيع، أما ما يتعلق بالمستقبل هل هم صادقين في التوقيع أم مش صادقين، هذه يرجع إلى موضوع النوايا لا يستطيع أحد أن يفتش فيها، لكن ذلك سيتضح من خلال جديتهم في السير في نعم. مناقشة النقاط وإبداء حسنية تجاه البدء بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة. نعم، شكرا لك الصحفي علي الفقيه الصحفي المرافق للوفد الحكومي في الكويت، شكرا لك. ميدانيا تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها بقصف عدد من الأحياء والقرى الآهلة بالسكان في أنحاء متفرقة من مدينة تعز، وتعرض حي الثورة وعدد من الأحياء السكنية وسط المدينة للقصف، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، كما تعرضت قرى سكنية في حيفان والوازعية ومناطق أخرى بالمحافظة للقصف العشوائي. الآن الدبابة يبدو أنها ضربات دبابة، يبدو أنها ضربات دبابة الآن. في تعز أيضا صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجمات شنتها الميليشيا على عدد من المواقع، وقال المجلس العسكري في المحافظة إن أفراد الجيش والمقاومة أفشلا محاولة تسلل للميليشيا في منطقتي ثعبات وحسنات شرق المدينة وحي الزنوش شمالها، كما تعرضت مواقع الجيش والمقاومة للقصف العنيف في كل من محيط السجن المركزي والشارع 30 ومعسكر اللواء 35 مدرع وفي جبل جرة وتبت الوكيل والستين والدعوة والجحملية. إلى ذلك قال شهود عيان إن تعزيزات كبيرة للحوثيين شهدت في طريقها من المخا باتجاه الوازعية، فيما عززت الميليشيا يوم أمس من تواجدها في المدخل الشرقي لمحافظة إب بقوات عسكرية. هكذا تبدو مدينة تعز، قصف بشكل يومي يطال الأحياء السكنية وضحايا يسقطون دون اكتراث لما يحل بهم من قبل المخلوع والميليشيا. تطورات متسارعة تجري على الأرض رغم التشديد على وقف إطلاق النار سعيا لإنجاح مشاورات الكويت، فالعمليات العسكرية لم تتوقف
حيث أفشرت قوات الجيش والمقاومة سلسلة من محاولات التسلل على أطراف المدينة، كانت آخر محاولة تسلل إلى مقر لواء 35 وثعبات والزنوج والجحملية. أدت الهجمات التي شنتها الميليشيا على المدينة إلى إصابة عدد من أفراد المقاومة والجيش، بعد أن استخدمت الميليشيا أسلحة مختلفة في هجماتها الأخيرة، بل إنها مستمرة في قصف الأحياء السكنية من مواقع تمركزها في الجهة الشرقية من المدينة، خاصة من تبة سوفتل والسلال ومنطقة الحرير وقاعدة الطارق الجوية، ومن مواقعها في الجهة الشمالية للمدينة. المدنيون كان لهم نصيبا من أعمال القصف، حيث أصيب طفلين بقذيفة دبابة استهدفت منزلهم في حي الشماسي، كما سقط جرحى آخرون في حي حوض الأشراف جراء القصف المتواصل على المدينة. يظل الحال على ما هو عليه في تعز، فالتهدئة لم تمنع القذائف من السقوط على منازل المدنيين أو مواقع الجيش والمقاومة. أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين عمرو علي بن حبريش العلي وكيلاً أول لمحافظة حضرموت وعبد الرحيم أحمد سالم عتيق عضواً في مجلس الشورى. كما تضمنت القرارات تعيين العميد الركن فرج سالمين البحسني قائداً للمنطقة العسكرية الثانية وترقيته إلى رتبة لواء. والبحسني هو قائد القوات العسكرية التي تمكنت من تحرير مدن ومديريات ساحل حضرموت. المخلوع علي عبد الله صالح وحلفائه المتمردين الانقلابيين. إلى ذلك استكملت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي سيطرتها على مدن ومديريات الساحل في محافظة حضرموت من قبضة تنظيم القاعدة. وقالت مصادر عسكرية إن القوات استكملت تحرير مدينة المكلا عاصمة المحافظة ومدينة الشحر ومديريات غيلبا وزير والريدة الشرقية وقصيعر والديس الحامي ومناطق أخرى على ساحل بحر العرب في حضرموت. وبحسب المصادر فإن القوات العسكرية تنتشر حالياً في جميع المدن والمديريات بعد معارك محدودة وفرار عناصر تنظيم القاعدة. إلى ذلك أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بالعملية العسكرية في حضرموت ضد تنظيم القاعدة. وقال الجروان إن القوات العسكرية بما في ذلك قوات التحالف العربي أبدت بسالة في مواجهة قوى التطرف والإرهاب في حضرموت واليمن عموما. وأكد رئيس البرلمان العربي يقظة وجاهزية القوات العسكرية في اليمن للتصدي للإرهاب والمتطرفين رغم الظروف التي تمر بها المنطقة وانشغالها بالحرب على المتمردين من الحوثيين والمخلوع صالح.
إلى عدن، حيث داهمت قوات الأمن منزلاً كان يتحصن فيه مسلحون بحوزتهم كميات من الأسلحة، وتمكنت من السيطرة عليه بعد اشتباكات بين الجانبين. إلى ذلك نجا قائد شرطة الممدرة العميد نصر اليافعي يوم أمس من حادثة اغتيال إثر انفجار استهدف سيارته بعبوة ناسفة قرب جولة الرحاب بالعريش، كما عثر مواطنون على جثة الشاب عمر محمد من أبناء مدينة عدن الذي قتل عقب اختطافه من قبل مسلحين. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد من الخلايا الإرهابية التي كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة المؤقتة وعدد من المحافظات المحررة. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن السلطات الأمنية في لحج أعلنت فرض حظر التجوال في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة. عندما يكون السلاح ثابتا بأيدي الدولة فقط، بالتأكيد لن يعلو صوت فوق صوتها. تبدو الأحداث متسارعة ومربكة ربما لتلك الجماعات المسلحة المسيطرة لأكثر من عام على بعض مدن الجنوب. استطاع الجيش الوطني مدعوما بالتحالف أخيرا طردها من المكلا بمحافظة حضرموت. محافظة أبيان دخلت إليها قوات الجيش الوطني لساعات فقط قبل الانسحاب منها ووقف عملياتها العسكرية، إلا أن ضربات التحالف ما تزال مستمرة فيها، حيث لقي ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم في غارة جوية استهدفت سيارة تابعة لهم كانت في طريقها إلى زنجبار. غارات التحالف مقتصرة عليها العمليات في لحج حتى الآن. المحافظة الأخرى الخاضعة ببعض مناطقها لسيطرة التنظيم. آخر الأخبار من هناك تقول إن فرضا للتجوال يطبق حاليا في مدينة الحوطة، وهناك أيضا اشتباكات حول مبنى محافظة لحج بمعركة أشبه بحرب الشوارع بين قوات الجيش الوطني وعناصر مسلحة. أما في العاصمة المؤقتة عدن، فأعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد من خلايا إرهابية كانت تستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في عدد من المحافظات المحررة خاصة عدن. نحن لدينا إمكانيات ولدينا شباب. وزير الداخلية اللواء حسين عرب صرح بأنه تم القبض على خلايا نائمة أخرى أيضا في عدد من المدن المحررة كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، مستغلة رغبة الحكومة في المضي قدما لتحقيق السلام المبني على مخرجات القرارات الدولية بحسب قوله. أبين، لحج وعدن، كل ما يجمع هذه المحافظات حاليا هو سعي الجيش الوطني والمقاومة لتطهيرها بالكامل من العناصر المسلحة، كما استطاعت من قبل تحريرها من ميليشيا الحوثي والمخلوع. بالعودة للحديث حول موضوع آخر المستجدات في المكلا وحضرموت، ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد اليزيدي. محمد، ماذا عن آخر التطورات في الوادي والصحراء في مدينة حضرموت بشكل عام؟ محمد، هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا محمد اليزيدي. إذن مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. دعوات دولية لحماية الآثار اليمنية من حالة الفوضى والنهب. الاتفاق على جدول أعمال المشاورات، ومجلس الأمن يطالب بوضع خارطة طريق لإحلال السلام. تحرير مدن ومديريات ساحل حضرموت، والسلطات تعلن حظر التجوال في المكلا وحوطة لحج. احتجاجات واسعة للنقابات العمالية في صنعاء تنديدا بتوقيف الميليشيا لمرتباتهم. أهلا بكم. اطلع ممثل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي لادريك على الأوضاع الإنسانية في محافظة صعدة،
وتفقد الأدريك مستشفى حيدان الريفي وعددا من المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والتعليمية. وقال إن زيارته تأتي في إطار الاطلاع على الوضع الإنساني للمحافظة ومعاينة ما تحتاجه من مساعدات طارئة وتعاني صعدة كغيرها من المحافظات من تدهور الوضع الصحي وسط انتشار الأوبئة خاصة في أوساط الأطفال. إلى صنعاء، حيث تظاهر موظفو المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومصانعها الثلاثة عمران، البرح وباجل أمام بوابة وزارة المالية في العاصمة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر. كما نظمت عدد من النقابات العمال احتجاجات للمطالبة بصرف رواتبهم التي تحتجزها الميليشيا لدعم ما يسمى المجهود الحربي. تحولت الحقوق إلى مطالب، هكذا بات حال الموظفين في المؤسسات الحكومية في ظل سلطة ميليشيا استولت على الدولة ومؤسساتها. هؤلاء هم موظفو وعمال مؤسسة الأسمنت ومصانعها في مظاهرة هي الثالثة للمطالبة بصرف رواتب أكثر من 3000 موظف توقفت منذ أواخر العام الماضي. رفع فيها المحتجون لافتات اتهموا فيها القائم بأعمال وزير المالية المعين من قبل الحوثيين بالمماطلة والمراوغة وتجاهله لكافة التوجيهات مما حال دون إطلاق رواتبهم. فعلوا توجيه لا عند وزير المالية؟ رفض. فعل توجيه في تكرر هذا المشهد كثيرا، ففي الشهر الماضي احتج موظفو المؤسسة العامة للكهرباء على توقيف رواتب أكثر من 20,000 موظف لم تصرف بعد، ومن قبلهم موظفو الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الدواء وعمال النظافة ومؤسسة الطرق والجسور والأوقاف. وما هذه إلا أعداد تضاف إلى 1.5 مليون مواطن فقدوا أعمالهم منذ بدء الحرب بحسب مركز الإعلام الاقتصادي لينبئ بكارثة اقتصادية وشيكة. ويرجع السبب حسب التقارير إلى فساد السياسات المالية والإدارية التي تعتمدها الميليشيا ونهبها لكل المخصصات تحت مسمى المجهود الحربي، كان آخرها تجميد أرصدة 22 منظمة مجتمع مدني. ويرى مراقبون أن ما وصلت إليه البلاد نتيجة طبيعية لتقويض الدولة وسيطرة جماعة مسلحة عليها. ينضم إلينا من صنعاء رئيس نقابة العمال للبناء والأخشاب يحيى الطبيب. مرحبا بك سيد يحيى، ماذا عن الاحتجاجات وأهم المطالب التي خرجتم بها اليوم؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. للتوضيح فقط، نحن خرجنا يوم أمس، خرج عمال وموظفي المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت وعمال المصانع في عمران وباجل والبرح. نعم. غرض مطالبة وزارة المالية باعتماد مرتبات العمال في الأسمنت وعددهم 3500 عامل. نعم. اعتماد مرتباتهم أسوة بباقي مراقب ومؤسسات الدولة نتيجة الأوضاع التي تعيشها المصانع الأسمنت بعد استهدافها من قبل غارات الطيران السعودي، حيث توقف العمل تماما في هذه المصانع وخرجت عن حالة الجاهزية التامة، وبالتالي لم يعد لدى مصانع المؤسسة أي موارد مالية لتغطية المرتبات للعمال. وكان يفترض بالأخوة في وزارة المالية ووزارة الصناعة والحكومة يعني نعم. أن تولي هذا الموضوع اهتمام كبير، لأنه نحن جزء من الدولة وهؤلاء موظفين وعمال وهناك آلاف الأسر يعني. لكن هم يعني هؤلاء الموظفين يعني هل تم إيقاف مرتباتهم أم أنهم لم يتسلموا مرتبات بمعنى أنهم مستجدين؟ لم نجد أي موارد مالية لتغطية المرتبات، حيث الموظفون كانوا يستلمون مرتبات من قبل. نعم نحن الآن. كم هي المدة لتوقف مرتباتهم حتى اليوم؟ هناك عمال مصنعي البرح وباجل تقريبا 4 أشهر حتى اللحظة هذه بدون مرتبات. نعم. وموظفي مصنع أسمنت عمران والإدارة العامة للمؤسسة بصنعاء 2 شهر بدون مرتبات. يعني نحن يعني نوجه نداءنا عبر جنتكم المحترمة إلى المعنيين وإلى المختصين بتشير شؤون البلد. نعم. طبعا في اللجنة الثورية أو في الحكومة الحالية أو يعني أن ما المبررات لإيقاف مرتبات الموظفين؟
يعني ما هي الردود التي يعني حول عملية الإيقاف للمرتبات؟ مؤسسة الأسمنت هي مؤسسة صناعية مستقلة ذات موازنة مستقلة، وهي من الوحدات الاقتصادية للدولة، وبالتالي هي كانت ضمن الوحدات الاقتصادية التي لها موازنة مستقلة، يعني هي لا تدخل في الأساس في إدارة الموازنة العامة للدولة كباقي كالتربية والتعليم أو غيرها أو الأوقاف أو الصحة. نعم، يعني بمعنى أن إيرادات العمال كانت تأتي من العملية الإنتاجية، حين تنتج المصانع وتشتغل يكون هناك إيرادات نستطيع من خلالها تغذية مرتبات العمال، لكن بعد أن استهدفت المصانع بغرق الطيران السعودي في 12/7 مصنع عمران وفي 14/7/2015 مصنع البرح، ثم الاستهداف الأخير في 3 فبراير 2016 والذي استشهد فيه 16 عامل في مصنع اسمنت عمران وجرح العشرات، كل هذا أوقف الإنتاج تماما. نحن الآن سنة كاملة تقريبا لم تتحرك. لكن بعد هذه الوقفات الاحتجاجية هل تلقيتم أي ردود حول يعني أو وعود في بصرف المستحقات الموظفين؟ نعم، هناك وعود يعني، ولكن للأسف المماطلة التي نقابل بها من قبل المعنيين في وزارة المالية على وجه الخصوص وفي قطاع الوحدات الاقتصادية، نعم، مؤسسة الأسمنت يعني أكثر من 100 مليار ريال هي الإيرادات التي وردتها إلى الخزينة العامة للدولة خلال السنوات الماضية، يعني خلال السنوات الماضية، يعني هناك عائد كبير يعود للخزينة العامة للدولة من إيرادات الأسمنت، لكن أن نتعرض لهذا الأمر الطارئ بسبب الغارات، يعني لا يجب أن تتخلى الدولة عن المؤسسة ولا عن صناعة الإسمنت ولا عن الموظفين والعمال وإهمال مرتباتهم والتعمد في تجاهلهم. نعم، إذن شكرا لك رئيس نقابة العمال للبناء والأخشاب يحيى طيب، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. على صعيد متصل، قال مركز الدراسات والإعلام التربوي إن ميليشيا الحوثي صادرت 3,860,000 ريال من المخصصات المتعلقة بالعاملين لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي. وكشف المركز في تقرير له أن الميليشيا صادرت تلك المبالغ من مخصصات العاملين منذ 21 من سبتمبر من العام 2014 حتى إبريل 2016. وفي السياق ذاته، شكى عدد من أفراد المقاومة الشعبية في لحج عدم تسلم مرتباتهم منذ أشهر، وقالوا إن التهميش انطالهم من قيادة محور العند بعد منع صرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، مشيرين إلى أنهم شاركوا خلال الحرب في دحر الميليشيا من جبهات متعددة في عدن ولحج. رواتب لنا من 6 شهور ولا حاجة لحد اليوم. 6 شهور بلا رواتب ونحن في المواقع من عدن إلى المثلث العند، المواقع الأمامية، ونحن بدون رواتب لحد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، بعد الانتصار الذي حرزته المقاومة ضد عصابات صالح والحوثي، وهذا يعود الفضل لله ثم للدول التحالف وفي مقدمة الملك سلمان. وبعد هذا الانتصار الذي تحقق، نطالب بتوطين الأمن والاستقرار في المناطق التي تحررت، وضم المقاومة إلى الجيش بأسرع وقت ممكن، يعني ضم المقاومة وخصوصا في محافظة لحج. اللي هذيلا اللي يدربونا وخلونا نقعد ليل ونهار ويقولون إن بيجيبوا لنا السماير، واليوم جاي يكذبوا علينا، قالوا كل واحد يروح بيت أمه، يعني إيش السبب؟ نبقى أيضا في محافظة لحج، حيث شهدت عدد من المدن والمديريات هطول أمطار غزيرة تسببت بإعاقة حركة السير، كما اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة وسط مخاوف من التسبب بكارثة بيئية. مراسلنا مختار شعتل والتفاصيل. الأمطار التي تشهدها عاصمة لحج أصبحت تضايق المواطن الذي لا يستطيع الخروج لقضاء حاجته،
وهذا البائع يتمنى أن تتوقف لكسر حاجز الركود الذي تسببت به مياه الأمطار والصرف الصحي. مئات الدفقات هذه وبعدين دخلت إلى المجاري وخرجت إلى الشارع، ونحن يعني المحلات حقنا مش عندنا محلات يعني حسينة، بس عندنا مياز يعني بسيطة بصات على الشارع على الرصيف. الأهالي عبروا عن استيائهم من الوضع المتدهور لشوارع المدينة، خاصة بعد غرق الشارع العام بمياه الأمطار والصرف الصحي، وأرجعوا ذلك إلى الفساد الإداري والمالي بلحج، حيث لم يتم وضع خطط هندسية لمثل هذه المشاكل التي تواجه المدينة، وهذا لا يحدث إلا في لحج ومنذ سنوات طويلة. لابد من وقفة من كل الجهات الداعمة هذه أن يعملوا دراسة كاملة للحج، بالذات مجاري الحوطة والصرف الصحي إضافة إلى مياه الأمطار، هذه دائما هي مشكلة عويصة جدا. هي شبكة مياه الصرف الصحي والتي يعود بناؤها منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما كان سكان لحج أقل مما هو عليه الآن، باتت لا تستوعب مياه سكانها، فما بالك بمياه الأمطار التي لم تكتفي بمزاحمة الناس، بل ذهب الحال إلى وضع مشكلة أخرى وهو طفح المجاري لتشكل مع مخلفات القمامة حالة صحية متردية. مختار شعتل لقناة بلقيس من محافظة لحج. وفي سياق آخر، طلب المتحف البريطاني مختلف الأطراف في اليمن بحماية الآثار من حالة الفوضى التي ترافق الحرب. وقال سانت جون سيمبسمون أحد خبراء المتحف البريطاني إن آثار اليمن لا تخصه فقط، بل هي ملك للبشرية كاملة، وأن أي مساس بها يضر في معرفة حلقات مهمة من تاريخنا الإنساني. وحث الخبير البريطاني المتاحف العالمية المختلفة على صون تراث اليمن ودعم سلطة الدولة للمحافظة على الآثار من السرقة والنهب والتدمير. To work with archaeologists and museums and other cultural organizations in Yemen. ختاما هذا تذكير بالعناوين. الاتفاق على جدول أعمال المشاورات، ومجلس الأمن يطالب بوضع خارطة طريق لإحلال السلام. تحرير مدن ومديريات ساحل حضرموت، والسلطات تعلن حظر التجوال في المكلا وحوطة لحج. احتجاجات واسعة للنقابات العمالية في صنعاء تنديدا بتوقيف الميليشيا لمرتباتهم. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكترونية، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الملتقى في أمان الله.